رغم العلم أنه رواق مخصص للحالات المستعجلة، إلا أن التحلي بثقافة مرورية عند البعض غائبة، وهو ما يستدعي التدخل والردع في العديد من الحالات. عمل يسهر على تطبيقه عناصر سرية أمن الطرقات، وهذا بضمان الانسيابية المرورية خاصة في أوقات الذروة. شريط استعجالي هذا منه جاي إن شاء الله، ما زلت تدخل فيه، خليه غير الناس ذوي الأولوية، سيارات الإسعاف، الناس المرضى اللي عندها حالات استعجالية، وانت خلي لهم الطريق وفسح لهم الطريق. عجبني الحال، كان يشوف الدرك يعني كاينين خلاو العين فارغة، باسكو دابيتود يغلقوها وكيكونوا هكا استعجالات ولا ما يقدروش يجوزوا، سورتو في زمان اللي رانا فيه زمان كورونا، ما دابينا نخلوا العين هذه فارغة. 205 مخالفات في غضون شهر واحد سجلتها عناصر الدرك الوطني لسرية أمن طرقات الرغاية، رقم ارتفع بنسبة فاقت 30% مقارنة بالعام المنصرم. أوجه نداء لكافة المواطنين بضرورة احترام قانون المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة بقية مستعملي الطريق، كما أذكر كافة المواطنين بالرقم الأخضر 1055. استعمال هذا الرقم يسمح بالحفاظ على حياة المواطنين من خلال التبليغ عن كل الأحداث والمناورات الخطيرة والسلوكيات الغريبة عن وسط السياقة السليمة. الوعي لدى السائق بأهمية احترام الرواق المخصص للاستعجالات والتحلي بثقافة مرورية قد تنقذ حياة الكثيرين.